يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال لولا فلان لم يحصل هذا المشروع إذا كان هذا الرجل سببا مؤثرا في إيجاد هذا العمل؟ وما هو الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه وهو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ الصواب أن يقال لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، هذا هو التوحيد. أما لولا فلان هذا لا يجوز، لأن فلانا مهما كان لا يستقل بحصول المطلوب، إنما هذا من الله سبحانه وتعالى وفلان سبب، فتقول لولا الله ثم فلان، فالله هو المقدر والخالق وفلان إنما هو سبب بإذن الله. نعم. وأما قول الرسول لولا أنا لكان في كذا وكذا من النار، فهذا يعد من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. نعم.